اتمنى تكونوا بخير على خير اموركم في احسن ما يكون. المهم في الفيديو اللي قبل نرجعوا الفيديو اللي قبل كنا خلينا لكم الوصفه ديال التندرز او دجاج كنتاكي اللي طلبوا منا بزاف الناس مع الشيف ايوب. وبصراحه كنا بدينا نديروا الوصفات بجوجهم في نفس الفيديو بالحق باش ما يجيكمش الفيديو طويل وتملوا منه، قسمناه على جوج باش يجيكم ساهل تفرجوا في الوصفه كل وصفه بوحدها. المهم كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، هي صلصه الالجيريان. وبصراحه شفت بزاف الفيديوهات تاع بزاف الناس ديال فيديوهات على صلصه الالجيريان ولكن ماشي الطريقه الصحيحه وما كتجيش بنينه كيف صلصه الالجيريان. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه اللي غادي نستعملها هنا وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله طريقه سهله بزاف وسهله وبمكونات كيف تجي مثلا ديال الفيديوهات بمكونات موجوده في اي بيت وبسيطه. كنتمنوا بعد الناس اللي ما شافوش الفيديو اللي قبل من هذا وجاو على قبل الصوص الجيريان يدوزوا لهاد الجهه، انا غنخلي لكم ليا هنايا دوزوا تفرجوا في الفيديو ديال دجاج كنتاكي. والحاجه اللي بغيت نشارك معكم هي واحد القناه اللي ملمه بلي فلوغ والطبخ وبزاف الحويجات اللي زوينين والقناه اللي نقيه وزوينه بزاف، فيها واحد السيده اللي الله يعمرها دار ام رزان اللي كنحييها من هنا. المهم القناه ديالها زوينه وفيها محتوى اللي هو زوين، انا كنصحكم تدخلوا تشوفوا الفيديوهات ديالها وتشوفوا يعني الوصفات اللي عندها وداكشي غزال تبارك الله. فانا غنخلي لكم كاين ما يتشاف تبارك الله، كاين وصفات زوينين، كاين بزاف الحوايج ما يتشافوا عندها. انا غنخلي لكم القناه ديالها في صندوق الوصف في اول كومونتير وهنايا بطبيعه الحال غنخليها لكم في الاخير. فكنتمنى انكم تزوروها وتشجعوها حتى هي عندها ما يتقال. وخليكم مع الوصفه ديال ايوب. السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. معاكم ام رزان في امريكا. كنتمنىكم تدخلوا عندي القناه ديالي وتدعموني، طلبوا عندي دويره. كنتمنى تعجبكم القناه ديالي، فيها يعني قناه متنوعه، فيها وصفات، فيها طبخ، فيها فلوجات. كنتمنى تعجبكم وتدخلوا عندي وتخليوا لي التعليقات ديالكم زوينين. العنوان ديال القناه راه هو ام رزان في امريكا ولا ام رزان ايزا. هادشي اللي كاين ومرحبا بكم عندي. كنتمنى تابوناو معايا وتدخلوا عندي. هذه هي القناه ديالي اللي تنوريكم، وتهلاو في راسكم ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هادي نقادو صوص الجيريان كما قلنا بطريقه جد بسيطه بمكونات اللي هي بسيطه موجوده في اي بيت، ولكن الحاجه اللي كنضمنوا لكم هو انه المذاق غيجي هائل بزاف. وبصراحه كما قلت لكم شفت بزاف الوصفات ديال صوص الجيريان ولكن حتى وحده فيهم ما قنعتني، لهذا اختاريت انني ندير لكم هاد الوصفه هادي وكنتمنى انكم تجاوبوها وتذوقوا فيها المذاق ديال صوص الجيريان الحقيقي. وبالنسبه للميساج اللي بغيت نوجه بالنسبه للناس اللي تيتابعونا كنتمنى انهم يخليولنا لايك في الفيديو باش يشجعونا ونقدروا اننا نديروا وصفات اخرين، وفي نفس الوقت انهم يتابعونا معنا. الناس اللي باقيين ما ابوناوش يعني ابوناو معنا، وشكرا لكم بزاف وخليكم مع الوصفه. كما شفتوا كنحتاج المايونيز. كنظن ان المايونيز بلا ما نبينو لكم الطريقه حيت طريقته جد بسيطه، ولكن نقول لكم بالنسبه للناس يعني اللي يقدروا ما عارفينش الطريقه هو انني درت انا جوج بيضات طريقه جد بسيطه. جوج بيضات في مونينيكس تفكسوهم في مونينيكس، تجيو معلقه ديال لاموطارد معلقه وحده، كتجيبوا البزا والملحه وكتخويو واحد الكاس صغير ديال الزيت، كتضو مونينيكس كتخليو الخليط كيضو في نفس الوقت كتخويو الزيت من الفوق حتى تطلع لكم المايونيز بحال هكا عاقده كما شفتوا احسن من ديال الحانوت سميتو، تيجي المذاق رائع. كنتمنى انكم تجاوبوها، وبصراحه باش نصور لكم انا بات تاخذنا الوقت. اما هي ديال هاد المكونات والطريقه اللي قلت لكم ان شاء الله وغتجيكم بحال هكا وتجيكم مذاق رائع. وفي الاخر فاش طلع غتزيدوا فيها واحد المعلقه صغيره ديال الخل وواحد تقريبا 5 المعالق الحليب صافي كتجي رائعه. غادي نحتاجو البصله ما مقطعاش رقيقه بزاف وفي نفس الوقت مقطعاش غليظه بزاف بحال هذا القياس هذا. غادي نشدو مقيله واش درنا واحد المعلقه ديال الزبده غنضيفو ليها صيله صغيره اللي صوبنا ونبداو تنخلطوها. وغادي نضيفو مليحه وبزاف عليها ونخليوها حتى تولي لونها مامون قوي. غنبقاو تنحركوها حتى تولي مامون كما قلنا. وغادي نضيف انا شويه ديال الهريسه، حيت كما كتعرفوا الصوصه الجزائريه كتكون حاره، ولكن ماشي ضروري تضيفوا الهريسه بالنسبه للناس اللي ما كياكلوش الحار. بالنسبه لها يعني الواد شويه، فنشفات ليا المقله ضفت عليها واحد 5 المعلقات ديال الماء. وغادي نخليها دابا على بوطه مهيله حتى تنشف من هذا الماء ونطفي عليها. بالنسبه للبصله ديالنا هي هذه، دابا غادي نطفي عليها. خاصها تبرد ضروري، خاصها تبرد عاد نستعملوها باش ما تطيحش لينا المايونيز، خاصها حتى تبرد. يعني غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الهريسه اختياريه بالنسبه للناس اللي ما تياكلوش الحار، ما خصهمش يديروها بطبيعه الحال ماشي ضروريه. واحد المعلقه كبيره تاع الطوماط كونسونطري. وغادي نحتاجو الكيتشوب. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الكيتشوب كنصحهم انهم في بلاصه ما يديروا الكيتشوب، يعني فاش يكونوا تطيبوا البصله ويحمروها يضيفوا عليها واحد المعلقه صغيره ديال السنيده. ما كتبانش ديك، انا شخصيا ما كناكلش لي صوص حلوين، ما كناكلش الحلاوه في الملح، ولكن كناكلها حيت ما كتحسش بهذيك الحلاوه ديال البصله، حيت هي معلقه صغيره ديال السكر كتضيفها تتبس لك ديك الحموضيه ديال المايونيز والحموضيه ديال الطوماط كونسونطري. خليكم معنا. غنجيو تقريبا واحد 3 معالق كبار ديال الكيتشوب. وغادي نضيفو اللعيبات الاخرين. ايوب، بالنسبه الى خلطتي الكيتشوب مع هذيك المايونيز تعطينا هي اللي كيجيو لكم صحاب السناكات وسميتو صوص كوكتيل. لا خلطتي الكيتشوب مع المايونيز راه هي صوص كوكتيل. الا خلطتي المايونيز مع الحار تعطيك صوص ساموراي. الا خلطتي المايونيز مع البصله والثومه والكابا والكورنيشون والسيبولي تعطيك صوص طحطاح. يعني الحاجه اللي تكتشفوا دابا هو ان لا باس تاع لي صوص كاملين هو المايونيز، يعني المايونيز هو لا باس تاع لي صوص. غنضيفو البصله بعد ما بردات، لانها ما خصكمش ديروها سهله. بالنسبه للناس اللي كيديروا البصله خضراء في صوص الجزائريين راه ماشي اوريجينال. وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليها في الباط. دابا غنخلطو المكونات مع بعضها مزيان، وغادي نضيفو مكون اخر. المكون الاخير هو الثومه، واحد 3 بصل ديال الثومه محكوكين. صافي غادي نخلطو المكونات كاملين مع بعضها مزيان وتعطينا النتيجه الاخيره اللي هي هادي. بالنسبه للناس يعني اللي بيضيفوا، بصراحه انا ما لقيتش الحامض وقفتو مع اليد كبير، يعني بصراحه خرجت للسوق وما لقيتش الحامض. فكنتمنى انكم لقيتوا الحامض انكم تعصروا فوق منها واحد نص حامضه تقريبا، واحد 2 معالق ديال الحامض، راه كتجي خطيره خطيره بزاف. وكنتمنى انكم تخليو لي التعليقات ديالكم بالنسبه للناس اللي جربوها، وبالنسبه للناس اللي تفرجوا في الفيديو كما قلت لكم وعجبكم كنتمنى انكم تخليو لي جيم باش تشجعوني ونزيدوا ان شاء الله. وإلا بغيتو دي صوص خرين بطبيعه الحال ما تنساوش تطلبوا من الشيف ايوب انهم كتبوا لينا سميه لي صوص اللي بغيتو، ان شاء الله ايوب يزيد لكم فيديو خاص بلا صوص. صافي هي النتيجة النهائية ديال الوصفة.